بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجبهة الثورية السودانية وباسم حركة العدل والمساواة السودانية، أترحم على أرواح شهداء الحركة الطالبية، وآخرهم الطالب الابن أبو بكر الصديق في جامعة كردفان، والابن محمد الصادق من الجامعة الأهلية. وأتقدم بخالص العزاء لأسرتيهما وللأمة السودانية جماعة. وفي هذه المناصبة المؤلمة العصيبة أقول لشعبنا أن هذا النظام أدمن القتل والسحل والتعذيب. هذا نظام لا تجد الرحمة طريقا إلى قلبه. هذا نظام متبلد الأحاسيس، ولا رجاء في برؤه، ولا رجاء في علاجه، ولا مخرج من المآسي الدموية التي أدخلنا فيها هذا النظام إلا بإزالته، بإزالة السبب وهو النظام. مضى الآن عهد الانتظار وعهد التواكل وعهد الرجاء، لا رجاء في هذا النظام. وجب علينا جميعا، وجب على جماهير شعبنا، أن تثبت مرة أخرى أنها جماهير ثائرة وأنها معلمة الشعوب. آن الأوان أن يقول الشعب كلمته. هذه لحظات حاسمة في تاريخ شعبنا وفي تاريخ بلادنا. إما أن نبقى وإما أن نرضى بالمهانة، إما أن نكون شعبا عزيزا وإما أن نكون شعبا ذليلا محتقرا يمشي هذا النظام على رؤوسنا ويقتات من دماء شبابنا ومن أعراض نسائنا. آن الأوان أن ننتفض، وهذه بشائر انتفاضة حقيقية. باسم الجبهة الثورية السودانية واسم حركة العدل والمساواة السودانية، أهيب بكل جماهير الشعب السوداني وبقواعد الجبهة الثورية السودانية وبقواعد حركة العدل والمساواة السودانية أن ينزلوا إلى الشوارع، أن يكونوا في صدارة التظاهرات، أن يكونوا مع شعبهم، أن يعملوا معه يدا بيد لإسقاط هذا النظام. آن الأوان أن يعيش شعبنا حياة عزيزة كريمة. آن الأوان أن ينتفض وينفض عنه غبار هذا النظام ويذهب به إلى مزبلة التاريخ. نحن مع الشعب في هذه اللحظات الحرجة، وقطاعاتنا وقواعدنا مع الشعب نساء ورجالا، وأملنا في الله كبير في أن ينتهي هذا النظام ويذهب هذا النظام ونجد السودان الذي اختطف، حتى يعيش شعبنا في وحدة وفي كرامة وفي تآلف وفي أخاء وفي ازدهار. السلام عليكم ورحمة الله. جبريل إبراهيم محمد، رئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية.